على كل حال عبر الهاتف ينضم إلينا الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. أهلا بك يا فندم. مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي لحضرتكم وللمشاهدين الكرام. وأبدأ أولا أقدم التهنئة بالمناسبة السعيدة ولكل مصر ولكل مصري بهذه المناسبة السعيدة وبميلاد السيد المسيح عليه السلام، فكل عام والجميع بخير. وحضرتك بألف خير يا دكتور. يعني دعني أبدأ معك إذن بما كشف عنه المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية. دعني أبدأ على سبيل المثال أن مصر تعتبر من الدول أو التي أخذت المراكز الأولى في نشر عدد من الفتاوى المغلوطة. دعني أبدأ معك بهذه النقطة دكتور خالد، تفضل. إحنا ولله الحمد يعني أخذنا مبادرة ريادية بإنشاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وهذه الأمانة العامة كجزء من دار الإفتاء المصرية، وهي مولودة في رحم دار الإفتاء المصرية وتابعة لدار الإفتاء المصرية. هذه الأمانة العامة أنشأت مراصد للفتوى، والمراصد ومنها مرصد للفتاوى التكفيرية والشاذة، وكذلك مرصد لما يسمى الإسلاموفوبيا، وهذان المرصدان عمل على رصد هذه الفتاوى، وتبعا للمؤشر أيضا الذي يرصد أين تسير اتجاهات الفتوى، وبالتالي بدأت هناك آلة الرد على هذه الفتاوى وتقويم هذه الفتاوى، ولذلك صدرت هذه المجموعة الكبيرة من الفتاوى، واستحوذنا على المركز الأول والصدارة في تقويم الفتاوى الشاذة كواجب لتحققه دار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم. نعم دكتور خالد، يعني ربما عام 2019 كان من أكثر يعني الأعوام التي شهدت فتاوى الفترة الماضية. أغرب هذه الفتاوى يا دكتور؟ اسمح لي أقول أن في عام 2019 دار الإفتاء المصرية استقبلت 1,100,000 فتوى خلال عام 2019، وردت في على 150 رد وتقدير على الجامعات المتطرفة، وكانت 56 تقرير ورد على ظاهرة الإسلاموفوبيا. والحقيقة كل هذه الفتاوى يعني لقيت في دار الإفتاء المصرية اهتماما و دراسة. يعني نقدر نقول ان ما فيش سؤال للسائل الا ولابد يلقى اهتمام، حتى من ناحية اداء للواجب، ومن ناحية اخرى لانه اذا لم يكن هناك جواب من الجهات المعتمدة وعلى رأسها دار الافتاء والامانة العامة لدور هيئات الافتاء في العالم، فربما يلجأ السائل الى جهات غير مختصة ويؤدي به الى نتيجة غير حميدة. أكثر أسئلة الناس هي عن الأحوال الشخصية. نعم. قضية الطلاق في صدارة الأسئلة، قضية مثل قضية الزواج والزواج بمقدماته وبتفاصيل الحياة الأسرية هي في أيضا في صدارة الأسئلة. قضايا التعامل الأسري بين الزوجين وبين الأقارب مثلا أو كذا هي أيضا في صدارة الأسئلة، ثم تأتي بعد ذلك قضايا مثل التعاملات البنكية، قضايا مثل ما يحدث من تعاملات جديدة زي البيتكوين، زي المعاملات التي تصير على الإنترنت والتعامل فيها، والتي يعني ينجذب إليها بعض الشباب. فكل هذه فتاوي بتحوز على اهتمام المستفتين وقد ردت عليها دار الإفتاء المصري.
نعم دكتور خالد، يعني أنت تعلم ربما أن عام 2019 استغلت فيه الجماعات الإرهابية ويعني بعض المجموعات مواقع التواصل الاجتماعي لنشر بعض الفتاوى التي تعمل على خدمة مصالحهم لترويج الفوضى وهدم بعض المجتمعات العربية، وربما البعض اتخذ السوشيال ميديا كمنبر لبث خطابات الكراهية والعنف. كيف تبعت ذلك في عام 2019 وما يتعلق باستخدام عباءة الدين لنشر بعض الفتاوى التي من الممكن أن تعمل على استقطاب البعض لبث الكراهية والعنف؟ والحقيقة احنا لسنا غافلين عن احنا جميعا لسنا غافلين ان هناك بعض الجهات والتي يصل الى الامر الى بعض الهيئات والدول تريد العبث بنار الدين او الحقيقة ما توهمون انه الدين لصالح مصالح اما شخصية واما صالح مصالح متوهمة، وتريد ان تزج بالشباب في هذا الاتون هذه النار. ولذلك لا نجد عجبا ان نرصد ان ما كان يسمى داعش تجد في 50% مستقطبون من دول اجنبيه ليست عربيه، دول اوروبيه وامريكيه على التحديد، وهذه 50% كان مصدرها الاستقطاب عبر السوشيال ميديا عبر الانترنت في اكثرها. فلذلك هنا لابد ان يلتفت الى هذا الامر بصوره شديده، وكيف ان هذه الجماعات تحاول ان تستخدم التكنولوجيا التي كان من المفروض ان تقرب بين الناس، ان نستخدمها نحن جميعا في اشاعه السلام في اشاعه المحبه، يسخرونها لمخططات خبيثه دنيئه للنيل من دول، لاستقرار منطقه، للنيل من اقاليم. وللأسف يقع خلف هذه المخططات كما هو واضح بعض الهيئات، بعض الدول، بعض الأشخاص. وهذا نبهنا جدا في دار الإفتاء المصرية وركزنا جدا انتبهنا إلى هذا، والحمد لله من خلال تفعيل تعامل حسن، تعامل رشيد مع السوشيال ميديا، مثلا وصلنا إلى أكبر مؤسسة في العالم، أكبر مؤسسة دينية في العالم لها متابعين على الفيسبوك، والصفحة الرسمية اقتربت من 9 مليون متابع على فيسبوك، ومع التواصل المستمر اليومي للعلماء مع المتابعين على صفحات التواصل الاجتماعي، ستبقى صفحات التواصل الاجتماعي يعني ساحة للخير وأحيانا لأهل الشر، وسيبقى احنا واقفين في هذا الميدان جميعا بكل مؤسساتنا وهيئتنا للتدافع في هذا الميدان إلى أن يعني يكون مجال لجذب الخير ولنشر الخير في الناس. نعم. طيب دكتور خالد، دعني أذهب معك إلى نقطة أخرى لفت إليها أيضا المؤشر، وهو أن المواقع القطرية تستحوذ على أكثر من ثلث فتاوى المواقع المتخصصة المصدرة للفتوى في العالم واستخدمتها لتحقيق أهداف سياسية. دعني أقف معك عند هذه المعلومة دكتور خالد، تفضل. نعم، هي يعني معلومة مظهرة وواضح اللي احنا النتيجة اللي احنا قلناها قبل كده. هذه الدولة سخرت إمكانيات، وكمان لما نضم إلى هذه المعلومة تحليل مضمون ما في هذه المواقع من التحريم الشديد، من التوازن والموازنة والمكافأة للمواقع الإرهابية وللأفكار الأغوية، هي حقيقة ترويج للأفكار المتطرفة عبر عباءات دينيه، ترويج ايضا لاشخاص هم معروفون بتطرفهم وبعدائهم للاوطان، وبهذه الطريقه ينفق اموال كثيره لابد ان يوضع عليها علامه استفهام، او هي الاجابه واضحه الى اين تذهب هذه الاموال والى اين وماذا يريد بهذا
الافكار من وراء عداءه الدين، من وراء ترديد ايات، من وراء ترديد احاديث، من وراء المتاجره بهذه القضيه. ماذا يراد؟ يراد في النهايه ان المخطط الذي النيل من استقرار المنطقه، من استقرار بعض الدول، وهذا ان شاء الله لن يتحقق لهذه الدوله ولا لغيرها. على العموم هذه المواقع، هذه قمنا على دراستها وتحليل مضمونها والردود المتواليه على هذا المضمون الذي ينشر هذا الفكر الخبيث. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفي عبر الهاتف الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، شكرا جزيلا لك.